السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشوف مع بعض انديسير أو كيكة بدون طهي وبمكونات بسيطة. إذا نبدأ على بركة الله. لهذه الكيفية نحتاج إلى 100 غرام بودرة اللوز أو الجوز أو الفول السوداني، 200 غرام بسكويت مرحي، و 80 غرام زبدة دائبة. نضع الخليط في قالب قطره يتراوح ما بين 18 إلى 20 سنتيمتر. نضيف الآن حوالي 200 غرام من الجبنة الطازج من نوع فيلادلفيا كيري، الكريمة الكثيفة أو جبنة الماسكربون على حسب ما توفر عندك، وكذلك 200 غرام من الشوكولا من نوع نوتيلا أو من نوع آخر. نضع الخليط في البراد مدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة. نخفق 200 مللتر من الكريمة الطازجة مع 50 غرام من السكر الناعم. نضيف خليط الكريمة الطازجة مع السكر الناعم إلى 100 غرام جبن طازج. نضيف حوالي 50 غرام من رقائق الشوكولا. نضع مرة أخرى القالب في البراد لمدة 20 إلى 30 دقيقة. نمزج 90 غرام من الشوكولا في 60 غرام من الكريمة الطازجة ونضعها على نار هادئة حتى تذوب. نضع الشوكولا الدائبة على سطح الكيكة ونزين برقائق اللوز أو الجوز أو الفول السوداني مع التزيين ببعض الشوكولا.